بهذا الجزء بدنا نسجل اللي هي أو بدنا نشرح reinforcement learning، نوع ثالث من أنواع learning. النوع هذا بنختلف عن supervised والunsupervised، اللي هو بنقول إنه في عنا sequence of outputs، وهذا طبعاً هذا عنا مثال، يعني عنا روبوت، بده يتعلم بده يروح على غرفة النوم، دخل من هون وبده يروح على غرفة النوم، يمكن هاي غرفة النوم ما بعرفش أول ولا هون، مش مهم. هلا بعرف شو كيف وين يروح وكيف يسوي. فالروبوت wants to move from the outdoor of an apartment to the bedroom to clean it مثلا. فببلش في البداية بده بنحط شويتس، في البداية بنحط شويتس، فهو شو بصير يساوي؟ بيجي هون، هاي أول واحدة، طبعاً فيش قدامه إلا خطوة واحدة اللي هي من هون لهون، وبعدين برضو فيش قدامه إلا خطوة واحدة من هون لهون، وبعدين برضو فيش قدامه إلا خطوة واحدة من هون لهون، بهلا في قدامه طريقين، يا إما بيجي هون يا إما بيجي هون. إذا أجا هون طبعاً randomly، أول مرة randomly، فليفت is chosen randomly since weights are equal، لحد الآن كل الweights are equal. طبعاً بيستمر بعدين بلك حاله إيش إنه هاي الطريق تقديش لمكان، فبيعطي حاله بعمل باك وبيعطي ناقص، يعني بيعطي ويت بالماينس لهي الطريق، بيعطي ويت بالماينس لهي الطريق، بجرب حظه بالطريق اللي بعده. هلا اذا اجى هون برضو، اذا مش هذه غرفه النوم او هذا، على فكره هي غرفه النوم، هاي يعني هذا المكان اللي بده يوصل له، فبيعطي حاله انه الباث، بيعطي كل هذول الطرق اللي وصلته لهون بيعطيها ايش؟ بيعطيها ويت اعلى، يعني بيعطيها شيء بالموجب، او بيعطيها ويت اللي ثاني مره لو بده يرجع بيرجع وين؟ بيرجع وبلكا يعني، او يعني بعدل بالويت عشان انه ثاني مره اذا بده يرجع يوصل مباشره لغرفه النوم. فطبعا انتم تخيلوا هذا مثال كثير سهل، تخيلوا لو انك انت كثير معقده هاي الباث، فالكمبيوتر بضل يحاول ويتعلم، هذا اللي بنسميه reinforcement learning. وبس هاي امثله زياده عن هذا هو reinforcement learning اذا بدكم. نوع من الليرنينج ما ناخذوش احنا بالتفصيل في يعني في هذه المساله.